اليوم يلزمنا تقول انت نفهم رواحنا ونفرز رواحنا، شكون مع الارهاب وشكون ضد الارهاب. في الخضم هذايا البارح طلع علينا رئيس كتله حركه النهضه سي نور الدين البحيري وقال بانه الاطراف اللي نادت بضروره من الارهابيين من عوده من بؤر التوتر الى تونس، قال ندعوهم للاسراع في اقرب وقت بتقديم مبادره تشريعيه لمجلس نواب الشعب لتنقيح الفصل 25 من دستور حمايه للراي العام الوطني من المزايدات بحسب تعبيره. هل نسمعوه وبعد هي نعلق على كلامه سوف أطراف سياسية وحزبية في المجلس وخارج المجلس في الإذاعات ورسائل الإعلام أخنت التوانسة بأنه منع الإرهابيين العودة إلى أرض الوطن يقتضي من جملة ما يقتضي تحوير فصل 25 من الدستور، وبعض منهم دعا إلى مبادرة تشريعية في هذا المجال، ولكن أنا أشوف كل وقت قاعد يمر من جلسة مجلس نواب الشعب اللي كان أخذناها كنقطة انطلاق اليوم فات أكثر من الأسبوع. إذا كانت هذه الدعوة جدية وإذا كان جزء من الرأي العام التونسي وصل لاقتناع بهذه الفكرة، أنا حماية للرأي العام التونسي خذوها هذاك مزايدات خذوها لجوه مسميه هو اقتنع بهذه الفكرة وروج لها واتهم غيره بأنه ضد معناها ضد مقابل الإرهاب. أدعوه إلى التعجيل بتقديم هذه المبادرة في أسرع الأوقات. شنو رايك في الكلام هذا؟ والله هو عنده قراءته للدستور، لأن الدستور ساعة فيه فصول وفصول متضاربة، لأن الدستور عملوه معناها تقول أنت من أغمير بور هالخزعبلات لي مانوف خدولوز ودولوزيف اللي موجودة. علاش؟ خاطر الفصل 25 يقول لا يقول يحذر صاحب الجنسية التونسية من أي مواطن تغريبة أو تسليمة أو منع من عودة للوطن، هذا في الباب الثاني الحقوق والحريات. والفصل 49 يقول يحدد القانون الضوابط المتعلقة بالحقوق والحريات المضمون بهذه الدستور وممارساتها مما لا ينال ومن جوارها، ولا توضع هذه الضوابط إلا لضرورة تقتضيها الدولة المدنية الديمقراطية وبهدف حماية حقوق الغير أو لمقتضيات الأمن العام أو الدفاع الوطني أو الصحة العامة. ومجلة الجنسية خاطر عندنا مجال جنسية، عندنا كود الناسيوناليتي في تونس، المجال هي مجموعة قوانين. يقول كاريمون في الفصل 32 ممكن سحب الجنسية من إنسان باغ إكزومبل، هذا في قضية الجنسية من إنسان يتعامل مع دولة أجنبية ولا يخدم في جيش أجنبي. يخدم في جيش أجنبي. يعني واضحة الأمور تشبيه. يا أخي بلداننا متقدمة، فهمتني؟ تاخذ بلاد كيما السويد، السويد راهي ديمقراطية وفريكسون بوتير، خذ بالك. فولتير كتب كتاب اسمه L'histoire de lui, de Charles XII. Alors là, Charles XII était un très grand personnage. Alors je veux dire, quand ça va se suivre, c'était un roi de Suède. Vous savez, chez Stockholm, tu trouves ça, même terre, ouais, que vous me dites, c'est un grand, qui m'a traduit Louis XIV ou Haroun Rachid. Charles XII, c'est un grand homme, je dis. Je te parle de Kitab Kamel, il a écrit Kitab Voltaire. Alors Voltaire, il coule, le Kitab, il fait le siècle de Louis XIV, il coule. Les siècles se ressemblent par la méchanceté des hommes. Ou hé, c'est un acte méchant, il dit Kadou aussi. Tu as l'air de l'oura. Mais ça, c'est l'oura de l'oura, tu as l'air de l'oura. 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 تو شوف معناها وقت اللي يدخلوا يغتصبوا البنات ويفكوهم ويقتلوا الاهالي ويعملوا كذا ويهجروا العباد ويحرقوا المدن، تو شوف واش معناها. ان شاء الله ما نوصلوش احنا لطف حاجات كيما هكا.